مرحبا وبيك اكثر. نتعرف عليك بابا. اسمي يونس ترجت. اليوم نحكيو على التقاعد، الوقت كيفاش نعديوه بعد التقاعد؟ والله التقاعد باهي ومش باهي، انا فما حالات اللي ماذا الانسان خاصه كي عاش وانه يتحرك واحد وبعد يلقى روحه معناها هذيك الخايبه فيه التقاعد. ليه متلولة من التقاعد؟ هي ليه متلولة كل واحد استحلاها معناها من بعد ولات حاجة اللي ماهيش عادية معناها، خاصة الإنسان أنا واحد من الناس عندي أكثر من 32 سنة خدمة، نخدم خدمت معناها ليه متلولة متاعي العوام معناها نشد السبعة نتاع العشية نروح السبعة نتاع الصباح، نخدم 12 ساعة في في الليل، وش وقتها شركة معناها خدمة مخترة شوية تاسها صوابعك يمشيو. شنو الخدمة بالضبط؟ مع شركة العمارة وقتها سكر توابع. لازمك ديما فايق. ديما فايق سينو صوابعك تمشي. ومن بعد تحولت وليت ممثل تجاري وقتها كل وليت معناها نخرج لبرا وتعرفت باهي معناها الانسان تعرف على برشا ناس وتونس الجمهوريه دورت حاسب. انت قلت لي ملي كنت تخدم عامل معناها كنت تخدم على ماكينه ومن بعد ممثل تجاري في نفس الشركه ولا شركه اخرى؟ كيفاش من عامل عادي لممثل تجاري؟ لا مع عامل عادي معناها خدمه صعيبه شويه. اولا هي خدمه معناها سيزونيير ست اشهر كل ست اشهر تخرج. ما لقيت خدمه مخير وتحصلت على الفرميات معناها وليت خدمه نخدم. اولا دخلت في الشركه الاولى هذه الداخل معناها في الاداره واحد وبعد وليت نمثلهم لبرا وندور. يعني الانسان ديما يحاول يسعى باش يطور من مستواه ومن خدمته. ما لا شنو لا وزيد بحكم انه النسب نتاعنا تجاري معناها أنا معنا من سلسلة تجارية. كيفاه؟ أنا جربي. نايس. ولذا معناها من جد من البول جد وأنا تجار. علاش بالحق علاش جرابة معروفين بالتجارة؟ من أول الدنيا. لأن الصفاقسية تلهاو بالصناعة وإحنا تلهينا بالتجارة. هذاك علاش وزيد معناها في العصور العصور ماشي المظلمه مع العصور القديمه كانوا معناها الرزق نتاعهم هو التجاره معناها يتاجروا في كل شيء كل شيء يتاجروا. علاش اليوم في تونس يقول لك شكون الخدام يقول لك جربي وصفاقسي؟ خاطر هذوكم اللي ظهروا انه اولا الصفاقسيه معناها تلهو بالصناعه وما ما يتلاوش حتى شيء. قبل كان في العصر معناها في الستينات مسمار يقاه في القاع يهز صفاقسي يخدم به حكته طماطم يردها كانون معناها والجربي يتلاه باش معناها يصور الفرنك معناها يتاجر. واليوم بعد تقاعد انت؟ بعد تقاعد كل مره كيفاش معناها انا ماني بحكمي وين ندور تونس كلها ندورها ديما ذبيا نحوس معناها بحكم تقصد انت الخدمه قبل كنت تدور تونس هكاكا كنت اليوم تدور في تقاعد؟ اي ندور. كيفاش تعدي وقتك؟ والله تو مثلا في رمضان الصباح نقوم بكري بعد ما انا واحد ما يؤدي فريضه عند ربي ما نرجعش نرقد ندور معناها في الحي خاصة نستحلاه ونبدا وحدي فارغة الدنيا نبدا ندور نحوس بعد نرجع للدار نشوف عندي شوية شجرات القلم هاي جردة صغيرة وبحكم يعني نعيش وحدي. علاش تعيش وحدك؟ أولا مطلق عندي 8 سنين وزيد وانو الصغار ما مش معايا بعادة الوحدة والتقاعد ومعناها الانسان هي سنه حياه سبحان الله ومع يتقدم بين العمر بارفوا الانسان يحس روحه وحده وتحس روحه يقول علاش انا في الوضعيه هذه. والله باهي مش باهي وقتاش مش باهي وقت اللي
يروح في الليل وما يلقى حتى حد يتكلم مع التلفزة ولا مع التليفون. هذاك هو ما يبقى الواحد ثمش ما خير من الحرية. ولولادك وينو؟ البرا. عايشين برا؟ عايشين برا. قداش عندهم برا؟ ملي تولدوا لبرا. تولدوا لبرا؟ انت كنت لبرا معناها؟ قعدت شويه مدير. قداش قعدت؟ 16 سنه. 16 سنه مش شويه، احكي لنا على تجربه 16 سنه. والله باهيه، تعرف على برشا حضارات معناها. فين عشت؟ في اوروبا. اوروبا فين؟ فرنسا. فرنسا. شنو كنت تخدم؟ مشيت نخدم مرلولة عامل، وبعد وليت مسؤول على، أنا شيف ديكيب فهمت. بعد روحت بطبيعتي، وأنا وقتها فما اللي حب يروح معناها ديفينيتيف يقدم أوراق ويروح. كم يوم تحس صعيبة ولادك كبرتهم وجبتهم؟ صحيح عشتوا في الخارج وكبروا في الخارج، يجوك كان من المناسبة المناسبة؟ كان مناسبات يجوني حتى في الروف تحت الظروف، ما هو يخدم على رواحهم. أنا عندي بنتي مضايفة في الطيران. ما شاء الله. في القطرية، وعندي الولد مهندس في فرنسا مع أورانج. قراوا من تونس ولا؟ نعم. قراوا في تونس ولا فرنسا؟ لا فرنسا، أما قراوا العربي. قراوا العربي؟ قراوا العربي. قعدوا لتونس يجي مناسبات يروحوا؟ انا امهم ماشي تونسية. انت متزوجة اجنبية؟ كنت متزوجة اجنبية. من جنسيتها؟ فرنساوية. فرنساوية. قداش قعدت معاها؟ قعدت ما محسوب 9 سنين. 9 سنين. ولادك من كل منها هي؟ تحسهم فرنسيس اكثر ولا تونس اكثر؟ لا تونس اكثر، انا ربيتهم مع تونس اكثر. قلت لي واخت فرنساوية وطلقت، الظروف حكمت سبحان الله، ولادك كبروا في فرنسا واليوم وحدك، وسألتك على أولادك هل هم فرنسيس أكثر ولا توانسة أكثر؟ قلت لي توانسة. كيفاش؟ يعني أنا كي ربيتهم على وقت، وديما نمشي ونجي لتونس، نجيبهم ديما معايا من اللي هم صغار نجيبهم معايا، والوالدة رحمها ربتهم معناها ويحبوا ياسر مماتهم. ربتهم مماتهم. مماتهم حتى في ديما فما اتصال معناها، حتى تو كيف يجيو طول يمشيو للجبانة باش يزوروا مماتهم. يتكلموا تونسي كل شيء، كبارهم تونسي. اي بالطبع. وفي العادات والتقاليد تاعنا هما رمضان. اي سيم بالطبع. اي غير كل يوم طيب وكل شيء. اي كل يوم يوريوني معناها شنو هو طيب وشنو هو طيب. على اتصال مباشر. اتصال مباشر. ممكن اكيد باش يسمعوك باش تفرجوا فيك، شنو تقول لهم وشنو تنصحهم؟ نصحهم انهم يخدموا على رواحهم ويردوا بالهم على رواحهم، وهذيك هي سنة الحياة. والانسان معناها ما يلزموش يميل للحاجات الخايبة وكاو، لانه توا وقتنا كله مش به. كثرة الحكاية التحايل ومخدرات ومعناها الانسان. ونسنك شوي. نعم. ونسنك شوي. بارك الله فيك. ربي فضلك. عايشك ربي يخليك.